السلام عليكم. حب زيد يظهر مع عبيد بسيارته المستأجرة، طلع زيد معه بالسيارة، عبيد طار بالسيارة، ما خلى جورة غير نزل فيها، وما خلى مطب غير طلع عليه، تكسرت السيارة. قال له زيد: يا عبيد يا حبيبي وحد الله، ليش عم تسوق؟ قال له: شو هي سيارتي ولا سيارة أهلي؟ أنا دافع أهل 20-25 دولار، وهي السيارة مش لإلي، بكرة إن شاء الله منرد لهم إياها ويصطفلوا هني. قال له: لا، إذا أنت كنت مستأجر السيارة فأنت أمين ترجعها مثل ما أخذتها. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. دير بالك، صياما مقبولا وإفطارا شهيا.